ذهب الوفاق بين أنقرة وطهران مؤخرا ليحل محله سريعا التوتر والتحذير المتبادل بين الجانبين. تصريحات وزير الخارجية التركي عن الدور الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة وسعي طهران لنشر الطائفية في سوريا والعراق وتشديد الرئيس أردوغان على ضرورة التصدي للقومية الفارسية في هاتين البلدين فتحت الأبواب لطفو الاختلافات الجوهرية في توجهات الدولتين على السطح. ومن استدعاء السفير التركي في طهران إلى تحذير المتحدث باسم الخارجية الإيراني من مغبة نفاذ صبر بلاده وصولاً إلى مطالبة أنقرة لطهران بضرورة إعادة النظر في علاقاتها بدول المنطقة، تتوالى الحلقات في سلسلة الاتهامات التي تتدحرج ككرة الثلج ولا يعرف أين يمكن أن تتوقف وكيف. إلا أن وصول ألسنة اللهب في هذا التوقيت وعلى أعتاب جنيف تطرح العديد من التساؤلات بشأن مصير المفاوضات برمتها، بل ومصير العلاقات التركية الإيرانية مع إصرار طهران على نشر الفوضى والتغيير الديمغرافي في سوريا والعراق. فهل نفد صبر تركيا فعلاً؟